يا هلا فيكم في ترند. إنجاز جديد يضاف إلى مملكة البحرين في المجال الرياضي، فقد نجحت البحرين في حصد 14 ميدالية والمحافظة على صدارة التصنيف العالمي في بطولة العالم لفنون القتال المختلطة التي أقيمت على أرض مملكة البحرين بتنظيم الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع منظمة بريف والاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة. تستعد وزارة الصحة وبدعم من اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية غداً الاثنين لإطلاق حملة 1000 تغريدة على تويتر بالتزامن مع احتفال منظمة الصحة العالمية ودول العالم باليوم العالمي للسكري الذي يقام هذا العام تحت شعار السكري والعائلة، وتهدف الحملة إلى نشر 1000 تغريدة توعوية حول مرض السكري عبر منصة الوزارة على تويتر بهدف منها تقديم معلومات صحية ومتنوعة للجمهور حول مرض السكري وكيفية التعايش معه إلى جانب المساهمة في تعزيز صحة الأفراد ووقايتهم. البحرين ما زالت تحصد المزيد من الإنجازات، فقد حصلت الدكتورة غيداء عبدالله منصور على أعلى درجة من بين الناجحين الذين تقدموا لامتحان شهادة تخصص طب العائلة في كندا خلال دورتين متتابعتين، واللي يبلغ عددهم حوالي 300 ألف طبيب وطبيبة. وثقت مجموعة من المصورين مشهداً مبهراً لقافلة من الإبل وهي تتخطى البراري بجوار الأشجار التي ملأت جنبات ساحل البحر الأحمر جنوب غرب السعودية. هذه اللقطات حققت انتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، في حين علق وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن فرحان آل سعود على هذا الفيديو قائلاً: من بلادي إبل وبحر. وبكذي نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم باشر، مع السلامة.